معكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلوميير، والبداية مع العناوين. بطاركة الأرثوذكس يثمنون جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حوار الأديان. قداس احتفالي في بيت لحم بمناسبة أربعاء الرماد وبداية الزمن الأربعيني. وفيها أيضاً تجديد الوعد الكشفي لمجموعة كشافة ومرشدات العذراء الناصرية بعمان. أهلاً بكم. عبر رؤساء وممثلو الكنائس الأرثوذكسية عن امتنانهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وللشعب الأردني لاستضافتهم اللقاء الأخوي لبطاركة الأرثوذكس الذي عقد مؤخراً في العاصمة عمان، مشيرين إلى جهود جلالته في مجال تعزيز حوار الأديان على المستوى الدولي، كما أعلنوا في بيانهم الختامي أن هذا الاجتماع سوف يعمل على توطيد أواصر المودة بين الإخوة وبين كنائسهم. تفاصيل أوفى حول هذا اللقاء العالمي في سياق التقرير التالي. دعا صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين رؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية إلى اجتماع في العاصمة الأردنية عمان من منطلق الرؤية الجوهرية نحو الوحدة الأرثوذكسية المقدسة. شارك في اللقاء كل من بطريرك القدس وبطريرك موسكو وسائر روسيا وبطريرك صربيا ومندوب عن بطريرك رومانيا والكنيسة الأرثوذكسية البولندية ورئيس أساقفة التشيك وسلوفاكيا مع وفودهم المرافقة لهم، حيث استقبل صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الوفود المشاركة عبر مطار الملك علياء الدولي. وكان في استقبال غبطة بطريرك موسكو صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية وجمع من الأساقفة والكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والأردن. كما شكر غبطته سمو الأمير غازي بن محمد على هذه المحبة وعبر عن سعادته في زيارته الثانية لأرض المملكة الأردنية الهاشمية أرض المعمودية التي تحوي على العديد من الأماكن الدينية والتاريخية، كما أعرب عن خالص محبته واحترامه لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حفظه ورعايته للأماكن المقدسة. وعبر أيضا عن شكره لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث على دعوته الكريمة للقاء البطاركة في عمان. كما شكر سمو الأمير غازي بن محمد غبطة البطريرك على زيارته مؤكدا أن الأردن هو بلد المعمودية وأرض مباركة، شاكرا كل الحجاج الروس الذين يتوافدون للمواقع المقدسة. وفي الختام تمنى لغبطته إقامة طيبة والتوفيق في اللقاء الأرثوذكسي. وخلال اللقاء الأخوي الذي عقد في العاصمة عمان نوه المشاركون عن تفهمهم لقلق بطريركية القدس إزاء الخطر المحدق من انشقاق الاتحاد الأرثوذكسي، وعبروا عن امتنانهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوصي الهاشمي على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في الأراضي المقدسة ولشعب الأردن لاستضافتهم لهذا الاجتماع في عاصمتهم عمان، مشيرين إلى جهود جلالة الملك الاستثنائية في مجال تعزيز حوار الأديان على المستوى الدولي. كما شكر المشاركون بطريركية القدس ممثلة بصاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس على الجهود الحثيثة الهادفة إلى فتح طرق الحوار ودعوة الإخوة للالتقاء في روح تسودها الوحدة الثمينة، مشددين على أن النور المنبعث من القدس هو بمثابة شاهد عيان لتلك المدينة المقدسة والتي لا تتوقف عن إبراز تنوعها الديني والثقافي، محتفية بوجودها وبقائها رمزاً للبيت الدافئ الذي يضم الأديان الإبراهيمية الثلاثة ألا وهي المسيحية واليهودية والإسلامية. وأعلن المشاركون أن هذا الاجتماع سوف يعمل على توطيد أواصر المودة بين الإخوة وبين كنائسهم وتعزيز روابط السلام في المسيح فيما بينهم والدعوة إلى وحدة الكنائس الأرثوذكسية وتجديد الحوار، راجين الله أن يحقق أملهم في الوصول إلى الوفاق والتغلب على الخلافات. وبعد اللقاء استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية المشاركين في لقاء عمان الأخوي العائلي للبطاركة الأرثوذكس وممثليهم من أجل الحوار والوحدة. وخلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، شدد جلالة الملك على أن المسيحيين جزء لا يتجزأ من تاريخ المنطقة
ولهم دور مهم في حاضرها ومستقبلها. وأكد جلالته أن الأردن مستمر في تحمل مسؤوليته التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. من جهتهم شدد البطاركة الأرثوذكس خلال اللقاء على تمسكهم بوصاية جلالة الملك على الأماكن المقدسة المسيحية وعلى أهمية الوصاية الهاشمية من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس. وبعد لقاء جلالته التقى سمو الأمير غازي بن محمد ببطاركة وممثلي الكنائس الأرثوذكسية على مائدة محبة. وفي ختام اللقاء قدم البطاركة الهدايا التذكارية لسموه عربون محبة وامتنان على استقباله ولقائه المميز. وختمت زيارة البطاركة الأرثوذكس على أمل العودة بلقاء أخوي جديد قبيل نهاية هذا العام مع مشاركة الأخوة بشكل عام. رحب جلالة الملك عبد الله الثاني بملك مملكة النرويج هارلود الخامس وعائلته سونيا بعد زيارتهما للأردن التي تعتبر الأولى لهما في الشرق الأوسط. وقد حضر جلالته والضيف النرويجي حفل افتتاح منتدى الأعمال الأردني النرويجي الذي شارك فيه قادة أعمال من البلدين، كما اصطحب جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله جلالة الملك هارلود الخامس وجلالة الملكة سونيا في زيارة إلى موقع عماد السيد المسيح في البحر الميت، حيث استمعوا هناك بحضور سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس وسمو الأمير علي بن الحسين إلى شرح قدمه مدير عام الموقع المهندس رستم مكيجيان حول القيمة الأثرية للموقع. كما قدم الأب نبيل حداد عضو هيئة المغطس شرحاً عن أهمية الموقع الدينية للعالم المسيحي، مشيراً إلى ما يتميز به الأردن من عيش مشترك ووئام وقيم محبة وسلام. وكان بين الحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وأعضاء السفارة النرويجية في الأردن وجوقة البيزنطية بقيادة الدكتور حسام حداد التي أدت مجموعة من الترانيم الدينية حسب الطقس البيزنطي. على صعيد متصل قام العاهل النرويجي وزوجته بزيارة كنيسة القديس جوارجيوس في مادبا، واستمعا من النائب البطريركي في مادبا قدس الإرشمندريت رافائيل إلى شرح موجز عن تاريخ الكنيسة والخارطة الفسيفسائية الموجودة فيها. وفي ختام الزيارة قدم الإرشمندريت رافائيل هدية تذكارية للملك النرويجي تحمل رسمة الخارطة الفسيفسائية الموجودة في الكنيسة وشجرة مادبا. بتنظيم من مكتب شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا بعمان عقد في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بأم السماق اللقاء السنوي للشبيبة الملكية في الأردن، والذي جاء هذا العام بعنوان اقبلني شريكا، حيث جمع هذا اللقاء عددا كبيرا من مختلف كنائس الروم الكاثوليك في المملكة. إلى المزيد. تحت رعاية صاحب السيادة كير جوزيف جبارة جزيل الوقار وبدعم مشكور من البعثة البابوية ومطرانية الروم الكاثوليك، نظم مكتب شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا لجنة الجامعية والعاملة اللقاء السنوي الرابع للشبيبة الملكية من هذه الفئة درب الملكوت تحت عنوان اقبلني شريكا، وذلك في مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق. ابتدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي ترأسه صاحب السيادة كير جوزيف جبارة وعاونه الأب بسام شحاتيت النائب الأسقف العام والأب عماد بواب والأب فارس بقاعين، وضيف اللقاء الأب ساسين غرغوار من لبنان، وبحضور الأب غازي خوري والأب اليسوعي هشام الشمالي والإخوة الشمامسة والأخوات الراهبات وما يقارب 120 شابا وشابة من رعايا المملكة بالإضافة إلى عدد من أبناء رعية المطرانية. وقد انطلق صاحب السيادة في وعظته للشبيبة من عنوان اللقاء اقبلني شريكا، فليس من السهل أن نكون شركاء للمسيح والله، لكن أيضا لا يمكن أن أعيش على هذه الأرض بدون الآخر وبعيدا عن الله. اقبلني شريكا، أي أعطيك كل ما لي وأنت تعطيني كل ما لك، حتى نستمر سويا على درب الحياة بعيدا عن الانعزال والتقوقع، فنحن شركاء مع بني البشر
وشركاء مع الله في خطته، فلا يمكنني أن أستمر بذاتي ومن ذاتي ولذاتي. الله مش بإمكانه يعمل كل شيء من دوننا، ونحن مش بإمكاننا نعمل كل شيء من دون الله. اقبلني شريكا يعني منا نقبل بالشراكة، منا نعمل شركة، يعني بدي حط من ذاتي والآخر بدي يحط من ذاته، أنا بحط من ذاتي والله حط من ذاته. بدي اقبل التآزر، بدي اقبل إنه الآخر بدو يتعاون معي، بدي اقبل اني بدي اتعاون مع الاخر، بدي اتعاون مع الله، بدي اتعاون مع الاخرين. اذا هذا المبدا الثاني، مبدا اقبلني اليوم، مبدا التآزر، مبدا بدي احط اللي عندي والاخر بدي يحط اللي عنده حتى نقدر نعمل شركه. وبتعرفوا كلمه شركه احدى الكلمات اللاهوتيه المهمه في اللاهوت المسيحي، الكينونية، الكلمة اليونانية كينونية تعني الشركة، وبس هلأ تقدموا تتناولوا منسميها أيضا الشركة. الإنسان بيحط من ذاته والله يعطي من ذاته، هذه هي الكينونية، هذه هي الشركة. اقبلني شريكا، بدك تحط من ذاتك، بدك تعطي من وقتك، بدك تعطي من حياتك، بدك تعطي من مالك، بدك تعطي من أيامك، بدك تعطي من أشياء كثيرة بحياتك، أولاً لله وثانياً للآخرين. وقد تم خلال القداس الإلهي تنصيب اللجان الجديدة لمكتب شبيبة الأبرشية، وهم لجنة الجامعية والعاملة، لجنة الإعداد والثانوي، لجنة البراعم، بالإضافة للجان الداعمة، اللجنة الروحية، اللجنة الإعلامية، وفريق التنشيط. استمر اللقاء بعد ذلك بفقرة التراتيل الحركية قدمها فريق التنشيط، ومن بعدها قدمت الأخت الراهبة وجدان مكرم منسقة اللجنة الروحية شرحاً لشعار مكتب شبيبة الأبرشية. نتمنى أنه هالشبيبة اليوم تستفيد من هاللقاء، ويعني يطلعوا بثمرة أكيد، ويفيدوا فيها شبيبتهم، وينمو هم نفسهم روحيا بنعمة ربنا أكيد. بالنسبة لموضوع كمان القداس، تم اليوم تنصيب لجان مكتب شبيبة الأبرشية. صار في عنا 3 لجان أساسية، اللي هم لجنة الجامعية والعاملة، لجنة الإعدادي والثانوي، ولجنة البراعم، بالإضافة ل3 لجان داعم، اللي هي لجنة فريق التنشيط، اللجنة الإعلامية، وكمان اللجنة الروحية. هذول طبعاً بيخدموا لمدة سنة، من بداية سنة 2020 لنهايتها، وبعدين بيرجع بصير اختيار أو انتخاب أعضاء ولجان جديدة. فأكيد كمان منصلي لهم إنه ربنا يعني يكون معهم ويقويهم، ويعني يقدروا يشتغلوا حسب إرادة ربنا لهالشبيبة تكبر وتوصل كلمة ربنا لكل حدا بالشبيبة بالكنيسة وبالمملكة. السنة كان في إشي مميز، اللي هو بالقداس الاحتفالي تم تنصيب لجان الشبيبة الكاملة للإعداد والثانوي والجامعي والعامل والروحي والبراعم. تأملنا أنه مع بداية هالسنة يكون إقبلني شريكا هو نقطة بداية لكل اللجان اللي هي تشارك يسوع بالفداء، اللي نكون مع بعض بالمسيرة خلال السنة هاي. وإن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لكل اللجان، نتمنى التوفيق لأبتنا، التوفيق للجنتي، وإن شاء الله يا رب يكون معنا كلنا، وإن شاء الله أنه يكون لقاء مثمر. وبعدها قدم ضيف اللقاء قدس الأب ساسين غريغوار، المرشد الروحي لشبيبة البطريركية، موضوع اللقاء اقبلني شريكا من خلال نص غسل الأرجل، وقد ركز على مجموعة من الأفكار. مشاركتنا اليوم في لقاء شبيبة درب الملكوت، شبيبة الأبرشية البطريركية لأبرشية في بيترا وفيلادلفيا، هي افتتاح إلى مسيرة خلال السنة اللي في بشارة، وحبوا ياخذوا السنة موضوع غسل الأرجل. فإذا أنا أعيش في يسوع الذي يريد أن يؤله أن يرفعني العلاقة، ويميز هذا النص، مش رح فيه نحكي عنه كله، ولكن يميز بين العلاقة الكيانية بين الابن والآب، والعلاقة بين الابن
والتلاميذ الذين سيؤمنون باسمه والذين أعطى باسمهم الخلاص. إذا الخلاصة إنه أنا بدي أحمل هالرسالة اليوم، بدي أعطي، بدي يكون على مثال يسوع، أنسحق إلى النهاية لكي أقوم بالمجد. وبعدها تناول الجميع طعام المحبة، واشتمل اللقاء أيضا على حلقات عمل وألعاب ترفيهية. ترأس الأب أنطون هريمات كاهن رعية كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان قداسا إلهيا تم فيه تجديد الوعد لكشافة اللاتين بحضور قادة من كافة المجموعات الكشفية وجموع من المؤمنين. إلى التفاصيل. نحن الكشفية محبة بلا حدود في الخدمة المجانية نجد معنى للوجود. قامت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة العذراء الناصرية بالصوفية بتجديد وعدها الكشفي لسنة 2020 مطلقة شعارها لهذا العام: لم آتي لأخدم بل لأخدم. بقداس إلهي أقامه قدس الأب أنطون هريمات راعي الكنيسة بمشاركة قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن، وحضور نائب الأمين العام وبعض أعضاء الهيئة العامة في كنيسة الصوفية وقادة من كافة المجموعات الكشفية وجمع من المؤمنين. ورفعت الكلمات الرمزية نبراساً للكشافة والتي تضمنت التقدمة والتضحية والخدمة والمساعدة والمحبة والعطاء. وبهذا الشعار الإنجيلي تلت مجموعة كشافة ومرشدات رعية العذراء الناصرية وعد سنتها الكشفية بحضور كشفي مميز بالمئات من أفراد المجموعة الكشفية المستضيفة من الشبل إلى الجوال، وبحضور أهالي الرعية والقادة الجدد أمام هيكل الرب يسوع المسيح في جو من الخشوع والتقوى. إخوتي، مشكلتنا هي أنفسنا، حطينا حالنا بالمكان الغلط. لقد وضعنا أنفسنا في وسط الدائرة، في وسط دائرة حياتنا، وكأننا أصبحنا الألف والياء، وأردنا نحن بقوة عضلاتنا، بقوة تفكيرنا، وبقوة علمنا واتكالنا على أنفسنا أن نحل مشاكلنا دون أن نعلم أن اعتمادنا الكلي والحصري على أنفسنا هو مصدر ضعفنا. السيد المسيح يقول لنا: بدوني لا تستطيع أن تفعلوا شيئا. واليوم يكشف لنا الإنجيل هذه الحقيقة فيقول: من منكم يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟ عمالك تقلق على مين؟ أفلان من الناس، خايف عليه، قلقك بقودك إلى الخوف عليه، خايف عليه أنه يمرض، خايف عليه أنه ما يشتغل، خايف على مستقبله، خايف لا سمح الله يحدث له سوء. كل هذا القلق إلى اليوم، أنت اللي عمرك 30 ولا 40 سنة ولا 50 سنة، اللي طول هاي المدة كنت تقلق، كل هذا القلق إلى ماذا قادك؟ لوين وصل فيك؟
مشكلتنا أننا فقدنا الثقة به تعالى بسبب قلة إيماننا. واليوم يريد أن يفهمنا السيد المسيح أمراً هاماً، وهو علينا أن نشتغل، علينا أن نفكر ونعمل ما بوسعنا، لكن هذا لا يكفي، علينا في نفس الوقت أن نضع ثقتنا به تعالى. ومتى عملنا ما علينا أن نقوم به وسلمنا أمرنا لله ووضعنا أنفسنا بين يدي عنايته وحكمته الأزلية، آنذاك سيحل السلام في حياتنا رغم كل الصعوبات. وبعد انتهاء القداس قدم أفراد المجموعة عدداً من العروض من التشكيلات الكشفية والعروض الفردية والرقصات، ما ميز الاحتفال بالروح العالية لدى الأفراد بمزيد من البذل والعطاء. اليوم نحتفل بتجديد وعدنا الخامس تحت شعار لم آتي لأخدم بل لأخدم. ترأس هذا القداس كاهن الرعية أبونا أنطون إميل بمشاركة قدس الأب إبراهيم نفاع اللي هو المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة مرشدات اللاتين الأردن. وبحب أشكر جميع الحضور وأكيد بشكر المجموعات، قادة المجموعات اللي شاركتنا هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة المباركة وجهت المجموعة الكشفية بقيادتها وأفرادها الشكر الجزيل لقدس الأب أنطون هريمات ولقدس الأب إبراهيم نفاع وللهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن ولقادة المجموعات الكشفية والإرشادية ولكل من شاركهم فرحتهم في هذا اليوم. إن أردت أن تقدم قربانك اذهب أولاً واصطلح مع أخيك. بهذه الكلمات يحثنا أحد الغفران أو ما يطلق عليه أحد مرفع الجبل على أن نستعد للصوم الأربعيني، حيث ترأس قدس الأرشمندريت قسطنطين قرمش بمرافقة قدس الأيكونومس سالم دانات والشماس فرونيوس حنا خدمة أحد الغفران من كاتدرائية البشارة العبدلي بحضور جمع غفير من المؤمنين وأهالي المنطقة. وأكد قدس الأرشمندريت قرمش بعظة القداس على ضرورة عيش الغفران والمسامحة مع القريب لكي نقبل غفران الله، لأنه بدون هذا المبدأ لا يمكننا عيش إيماننا، وعلينا أيضاً أن نقبل ونحب الجميع بلا استثناء. وفي ختام عظته تمنى للجميع دوام الصحة والبركة بمناسبة بدء الصوم الأربعين المقدس. قبل أسبوعين ثلاثة ابتدأت بأحد الفريسي والعشار أعني التواضع، تمرين التواضع. في أحد البنية الشاطر علمتنا الكنيسة كيف يجب أن نتوب ونرجع إلى الله الآب ويقبلنا في أحضانه ويدخلنا في ملكوته. والأحد الماضي تعرفنا على معنى الدينونة للذي يستمع إلى وصايا الله ويستمع كلمات السيد. تعالوا يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. اليوم تمرين جديد، هو مش جديد بالعكس، هو التمرين اللي دائما يجب أن نقوم به، وهي تمرين المسامحة. اليوم بيقول الإنجيل إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم
فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. شرط إن لم تغفروا لا يغفر. إن طلب السيد يسوع المسيح مزدوج، أن نشعر بزلاتنا وأن نسامح الآخرين، فمعرفة الإنسان بخطيئته ضرورية ليسهل عليه مسامحة سواه، لأنه بنظره إلى خطيئته الخاصة يسامح القريب إن سقط. يجب أن نسامح الآخرين ليس بالقول بل بالفعل ومن القلب، حتى لا نحول السيف إلينا بواسطة الحقد. أقام سيادة المطران مار أفرام يوسف عبا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي قداساً إلهياً، وذلك في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي بمناسبة بداية الصوم المقدس. عاونه المونسنيور أفرام سمعان المدبر الأسقفي للكنيسة السريانية في الأراضي المقدسة، والأب فراس دردر كاهن رعية مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأردن. وفي عظة القداس تحدث المطران عبا عن مفهوم الصوم متبوعاً بكلمة تشجيعية لأبناء الكنيسة من المهجرين العراقيين، دعاهم فيها إلى المحافظة على الإيمان والمواظبة على الصلاة والتواصل مع أهلهم ووطنهم العراق. بهذه المناسبة الكريمة، الصوم الكبير اللي هو فرض ما بس كنسي، كنيسة توصينا أن نصوم، لكن المسيح علمنا أن نصوم. يسوع صام 40 يوم و40 ليلة. ما هو حتى نسير رشيقين بس مودة الرشاقة، ناس قاموا ما يتعشون، ناس يروحون على الجيم، ناس يركضون، بس راح تروحون لما تطلعون خارج تشوفون الناس يطلعون بالشوارع يركضون، إذا بنات وإذا نسوان وإذا رجال، ليش؟ حتى لا يسمنون، حتى يفقدون السعرات الحرارية. لا، هذا ما هو الصوم. الصوم اللي صامه يسوع صحيح من الأكل. أول تجربة، شوفوا بالصوم الشيطان يشتغل أكثر، لازم ندير بالنا. لما واحد يتقدم إلى الحياة الروحية وللصلاة، فالشيطان يكون حوالينه دائما حتى يوقعه ويسقط أكثر من يسوع بن الله. يجي يجربه، أش كان تجارب ماله الشيطان ليسوع؟ هاي خطايا البشر، شهوة، شراهة. يلا أنت قلوا، أنت إيش كتعمل 40 يوم؟ جعت لهاي الحجر إذا تقول شير خبز. شوف كيجربوا، يقدر يعمل يسوع ابن الله، عمل عجائب أقوى من هاي. لكن الشيطان يجي يعلمني، يعطيني درس، انت يا فلان كنت تشوف عنده، تعرف جيبه مليان دولارات ومليان فلوس، روح خذه وعيش طيب وتونس. انت تعلمني اخلاق الي كمسيحي انا ومؤمن، هذا تعبه، تعبه هذا، ليش ياخذ انا؟ ما من حقي. شوفوا هذا الانسان الفطري، جربوا الشيطان، تعال صعدوا على هيك، شوف إذا تقع هسا، قال له راح يجون الملائكة يشيلوك. تمام، هاي صحيحة، لكن أنا أسمع الشيطان؟ أنا أسمع الشيطان؟ لا. يقول لأبونا تعال، أبونا تعال، يلا يلا دي صلي على هاي الماي راح يصير خمر، صلي على هذا الخمر يصير ماي. أبونا 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 خلي الله أذب نفسي من فوق، صلي لي حتى لا أتأذى.
الله ما يتعامل مع المجانين. كيشوفون وبالأخير المجد تكبر العظمة الشوافه ممالك الدنيا شيطان ساعده فوق أعلى الجبال كل هاي مالتي كل هذا العالم بس اسجد إلي أركع اسجد لي وأعطيك إياه كله هو اللي عمله يسوع اللي عمله هاي كله بي كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يقول ماري يوحنا في الإنجيل شوف تجارب العظمة والشهوة والشراهة قالوا يا شيطان اخترت كلمة نقولها بالقرقوش ملعنة إله ملعنة ملعون فعلا ملعون قالوا لي ربي إلهك تسجد ولا هو إياه فقط تعبد هذا هو الله هذا هو يسوع واحد فقط ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد مبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم أريح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم واعف عما اقترفنا أمامك بإرادة وبدون إرادة بمعرفة وبدون معرفة ونذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتورية والرسل الإلهيين والأنبياء والقديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين كما كان في البدء والآن وثابت إلى أبد الآبدين ودهر الدارين آمين فلتكن مراحم الله العظيم ومخلص يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد ومع روحك أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في مقرها بأم الصماق محاضرة توعوية حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه وقدم المحاضر الدكتور بشار بقاعين استشاري أمراض الباطنية بوزارة الصحة بحضور النائب الأسقفي الأب بسام شحتيت والقائد العام للمجموعة طارق مسلم بالإضافة إلى ممثلي الفعاليات الشبابية بالكنيسة والرعية وأفراد المجموعة شرح خلالها الدكتور بقاعين أسباب هذا المرض وكيفية التعامل معه وطرق الوقاية منه مشدداً على ضرورة مواجهته باستخدام الوسائل الوقائية وعزل المصابين بأماكن خاصة ولفترة حضانة تصل إلى أسبوعين مع مراعاة عدم الاقتراب من المصابين وملامستهم نشكر سيدنا والآباء والكشافي اللي نتحدث عن موضوع الكورونا فيروس اللي هو مشكلة العصر الحالية خاصة في المناطق المحيطة بالأردن كلها مصابة بموضوع الكورونا فحاولنا نعطي فكرة موجزة عن الكورونا كيف نقي أنفسنا من الكورونا كيف نتعامل مع حالات الكورونا بس نبذي هيك الكورونا هو أحد الفيروسات اللي ظهرت من فترات طويلة من الستينات للثمانينات إلى 2003 إلى أن ظهر أخيرا في الصين في مدينة ووهان بشكل واسع جدا وأصاب أعداد كبير من الناس والصين أخذت حذرها من هذا الأمر منظمة الصحة العالمية أعلنت تقريبا بشهر واحد أنه هذا وباء قد يكون عالمي لذلك يجب التعامل معه بشكل حذر وجدي نحكي عنه الفيروس هذا هو طرق انتقال الرئيسية هي عن طرق الرذاذ والرشح والبلغم ملامسة أي شيء للشخص المصاب الأسطح المصابة ملامسة العين أو الأنف أو الفم هذا كمان قد ينقل المرض من شخص مصاب إلى شخص آخر استخدام أدوات الشخص المصاب مهما تكون كلها هاي كمان لها علاقة بنقل المرض من الشخص المصاب إلى الشخص الغير مصاب
بنركز احنا على الوقايه، الوقايه من المرض هي الشيء الاساسي، الوقايه هي التعامل مع الشخص المصاب، خلي الجهات الطبيه المسؤوله عندهم الاجهزه او القناع الواقي والملابس الواقيه. اثنين، احنا كأناس عاديين غسل الايدين هو رقم واحد بالماء والصابون او الكحول او مواد التنظيف المتعارف عليها بفتره طويله، نغسل ايدينا بطريقه سليمه جدا جدا جدا، عدم التعامل مع الشخص المصاب بدون ان نكون لابسين كفوف او اشياء واقيه لهذا المرض، عزل الشخص المصاب في مكان بالمستشفى او في البيت اذا ممكن بغرفه لحاله لمده على الاقل لا تقل عن 14 يوم وهي فتره حضانه المرض. هاي الاشياء اللي احنا بنركز عليها، علاج فعال لغايه الان ما فيه، لقاح فعال لغايه الان ما فيه، بنامل انه العلماء والناس بيشتغلوا ان شاء الله يتوصلوا لعلاج الى لقاح ضد هذا المرض، والله يحمي الجميع من هذا المرض يا سيدي ان شاء الله. احنا اليوم بدورنا ككشاف بمؤمن برسالته من الناحيه الوطنيه من الناحية الدينية، من الناحية الوطنية إنه إحنا شايفين في هلا فيروس عم بيعم بالدول اللي حوالينا وممكن يكون قريب لإلنا بأي وقت من الأوقات، فحبينا نوعي شباب وأهالي رعيتنا وأي رعية بحبت تيجي أهلا وسهلا وأي مواطن بحب يجي أهلا وسهلا. إحنا استقبلنا اليوم في مقر مجموعتنا دكتور بشارة بقاعين، هو الدكتور المسؤول عن أمراض الفيروس بوزارة الصحة الأردنية، ووضح أسباب هذا الفيروس ووضح الوقاية منه وكيف نقدر إحنا يكون عندنا نوعا ما من العلاج لهذا الفيروس. ونشكر الدكتور ونشكر الرعية تاعتنا ونشكر قناة نورسات على دائما وجودها معنا ونقل هذه الأحداث معنا. تزامنا مع الاحتفالية بتأسيس أول مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، نفذت اللجنة في البطريركية مسابقة للرسم في مدرسة لاتين لفحص الثانوية، شارك بها عدد كبير من طلبة البطريركية في المملكة وذلك للمراحل العمرية من الصف الأول أساسي وحتى الصف الثاني ثانوي. وقد أعلنت اللجنة الفنية المشكلة لتقييم الرسومات من السادة كمال عودة الداعم الرسمي للمسابقة من مكتبة سمير وغسان، والفنان أنور حدادين من جامعة اليرموك، ومازن عصفور من الجامعة الأردنية، والمربي رائد حداد المشرف العام للمسابقة. أسماء الطلبة الفائزين بهذه المسابقة بمراعاة المضمون والدقة في الرسم وجمالية الصورة. أهلا وسهلا بنور سات، شركائنا الدائمين في دعم الأنشطة المنهجية في المدرسة اللاتين لفحص الثانوية. انطلقت مسابقة الرسم لمدارس البطريركية اللاتينية من قسم النشاط في مدرسة اللاتين لفحص الثانوية، وبدعم من معلمة التربية الفنية مش شهناز حداد والإدارة المدرسية. وكانت الهدف الرئيسي من أهداف أنه نبرز طاقات ومواهب طلاب مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. توجهنا بالنداء مباشرة لمكتبة سمير غسان عودة، وكانوا المبادرين الرسميين والداعمين لهذه المسابقة، ولدرجة أنهم غطوا كافة مستلزمات هذه المسابقة، شاكرين لهم كل هذا الدعم، وهذا مش جديد على هالمؤسسة الضخمة والعريقة. الفكرة من الرسم أنه إحنا نشوف النظر اللي عند الطالب كيف ينظر للأردن. تحمل المسابقة محورين، الأردن في عيون أبنائنا أبناء البطريركية اللاتينية، والطبيعة في عيون أبناء البطريركية اللاتينية. شارك ما يقارب 12 ل13 مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية من أصل 24 مدرسة، وهي التجربة الأولى. نتمنى أنه تستمر هذه التجربة. ما بدي أنسى كمان أوجه كل الشكر والدعم لمدير عام مدارس البطريركية اللاتينية قدس الأب وسام منصور على أنه رحب بهذه المبادرة وأكد عليها وعمم هذا الكتاب من خلال الإدارة العامة لكافة مؤسساتنا ومدارسنا في الأردن. ونحن كشركة سمير وغسان يعني منحب أنه ندعم خصوص هاي النشاطات والمسابقات بأي شكل من الأشكال، يعني عشان تشجع الطلاب يعني يدخلوا بالمجالات الفنية بشكل نحكي فاين آرتس أو الفنية التطبيقية، ونحن دائما جاهزين أن نكون داعمين لهاي الأمور لمين ما كان بحب يقدمها لطلابه للمدارس ولنشاطاته بغض النظر داخل المدارس أو خارجها. نعمل بالعادة دورات، بنقدم معارض، بنساعد
بنخلي الناس تشوف شو في عندنا نحن أشياء نقدمها من فن، من مواد، من جوائز خصوصي للطلاب اللي بتميزوا بهاي النشاطات. فنحن دائما يعني موجودين ومنشجع هاي الإشي، وبنحب دائما الناس تيجي عنا وتتقدم لنا وتطلب الدعم منا، ونحن يعني أهل الواجب. هذا المسابقة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولية اللي هي كانت جمع جميع الرسومات من خلال لجنة أولية اللي كانت تتشكل من سيد كمال عودة والفنان أنور حدادين والمعلمة شهناز حداد، ومن ثم اليوم اللي هي المرحلة النهائية اللي بنعمل اللي فيها التصفيات من خلال الدكتور مازن عصفور، الفنان أنور حدادين، والسيد كمال عودة، والأستاذ رائد حداد. طبعاً إحنا الشكر الكبير أولاً لإدارة مدارس البطريركية لدعم هذا النشاط، والشكر الأكبر طبعاً اللي هو للسيد كمال عودة لأنه هو الداعم لنا بكل هاي المسابقة. كما بدي أضيف الشكر للأستاذ رائد حداد اللي هو المسؤول الأنشطة في المدرسة، ومعلمة الفن اللي هي مس شهناز حداد. وشكرا لكم أكيد لنور سات وللأستاذ عاهد الفرح اللي عمل التغطية الكاملة لهذا النشاط، وأهلا وسهلا فيكم. بمناسبة أربعاء الرماد وبداية الزمن الأربعيني، أقيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم قداس احتفالي ترأسه كاهن رعية اللاتين الأب رامي عسكرية، بحضور عدد كبير من معلمي وطلبة مدرسة تيرا سانتا وجموع كبيرة من المؤمنين. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال الديني في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. احتفلت الكنيسة التي تسير حسب التقويم الغربي بأربعاء الرماد، ففي كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم أقيم قداس احتفالي ترأسه الأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين في مدينة بيت لحم بمساعدة كهنة الرعية، حيث يذكرنا هذا اليوم ببداية الزمن الأربعيني المقدس الذي يعتبر من أهم الأزمنة في الكنيسة، وهو زمن التوبة استعداداً للفصح المجيد وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. فكان القداس احتفالياً بحضور عدد كبير من معلمي وطلاب مدرسة تيرا سانتا وحشد كبير من الأهالي والمؤمنين. وبعد تبريك الرمادي المقدس من قبل الأب رامي والصلاة بالكلمات الواردة في سفر التكوين، أذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب ستعود، والذي يذكرنا بأصل ومسيرة الإنسان على هذه الحياة. هنا ترسم إشارة الصليب المقدس بالرمادي على جباه المؤمنين صغيرا وكبيرا بقول الأباء: توبوا وآمنوا بالإنجيل. ضوءت عيني دمعة في حوضها طفلا وبهذا الزمن يجب علينا أن نعيش الصوم بوجود الكتاب المقدس بالصلاة وأعمال الرحمة والصدقة، حيث تدعون الكنيسة إلى التوبة استعدادا لقيامة الرب. احتفلنا في بداية الزمن الأربعيني زمن التوبة والصلاة والتقرب إلى الله، زي ما حكى الكاهن بالوعظة اليوم، إذا هو زمن إنه نتمتع برحمة ومحبة الآب اللي ولا مرة العالم رح يعطينا إياها. اليوم كان يوم مميز لأنه دعينا المدارس، أكبر مدارس مدارس مار يوسف، مدارس تيرا سانتا،
والمدارس الأخرى اللي أتوا مع الطلاب، وهي الفئة الأكثر بحاجة إنه نعتني فيها وننشر بيناتها كلمة الله، خصوصي في أعمارهم الشباب الصغار. فمنصلي لأجل الجميع اليوم من بيت لحم. نشكر بنورسات دائما على تغطيتها وجودها الحلو والفعال. الله يبارككم جميعا بداية زمن أربعيني مقدس. كل عام والجميع بألف خير. اليوم ببدء فترة الصيام في هذا الزمن الأربعيني تذكرنا بألم سيدنا يسوع المسيح، ولكن أهم من ذلك من التراب وإلى التراب نعود، وهذه مهمة جدا لنا جميعا في مسيرتنا الحياتية بكل ما نعطي في الحياة. في نهاية الأمر كل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله نصل لفصح مبارك. مبسوط للتقرب للصوم الأربعيني، حتى التقرب إلى الله، وحتى نعيش عيد الفصح المجيد مع يسوع. في سياق آخر، أقيم ريسيتال احتفالي في نفس الكنيسة بمشاركة جوقة الميلاد وجوقة بريستن دبل كوير الآتية من أمريكا، وبحضور عدد كبير من المؤمنين من أهالي المنطقة ومن خارج البلاد. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بطاركة الأرثوذكس يثمنون جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حوار الأديان. قداس احتفالي في بيت لحم بمناسبة أربعاء الرماد وبداية الزمن الأربعيني. تجديد الوعد الكشفي لمجموعة كشافة ومرشدات العذراء الناصرية بعمان. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.